السلام عليكم، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. المهم اليوم الناس اللي داروا معايا الزيتون راه كمل لي 15 يوم، ولكن هذا النوع هذا ديال الزيتون صراحه ما كيطيبش دغيا. نتوما كتشوفوا هذا ديك الزيتون اللي كيكون مخلط، ماشي داك الزيتون اللي كيكون كحال وطايب في الشجره. هذاك اللي صاوبت العام اللي فات كان كله كحل، كان كله كحل وكله كان طيب. الا رجعتوا للفيديو القديم ديالي اللي درت فيه الزيتون راه غادي تلاحظوا الفرق. هذاك طاب لي دغيا، طاب لي 15 يوم صافي كان طاب. هذا لا، هذا ما بغاش يطيب لي دغيا. المهم بقى فيه المروره، ولكن ماشي داك المروره اللي كتكون قاصحه قاصحه، يعني ما بقاش كما كان، بدا كينقص ديك المروره الحاره اللي كتكون فيه بدات كتنقص منه. انا راه بديت بعدا كناكل فيه، شنو كندير؟ هاد القرعه هادي راه بديت فيها، هاد القرعه هادي رانا بديت فيها. شنو كنحيدو بالمعلقه ديال الخشب، كنشد المعلقه ديال الخشب وكنحيد منه وكنغسلو وكنديرو في الزيت ديال الزيتون غير بحال هكا. يعني كل مره كناخد منه شويه، ماشي كنغسلوه كله باش ما يخسرش. الا غسلتوه كله راه يقدر يخسر ليكم. خصو يبقى هكا، خصو يبقى في هاد الماء ديالو، خصو يبقى في هاد الماء، ما عرفتش واش كتشوفوه، ها هو الماء. وخصو يبقى في ديك الملحه، بالماء اللي فيه الملحه، باش كنبقاو نحركوه كل يومين. قلت لكم كل 3 ايام، ومن الاحسن كل يومين كتبقاو تحركوه. وكنشدو كما قلت لكم، كنشبر المغرفه ديال العود وكنحيد منها شويه بحال هذا. دابا ها هو حيدته وغسلته، كنديرو في زيت العود وكنبقى ناكل فيه. راه الزيتون الصراحه المنافع ديالو هو في المروره اللي فيه. ملي كتحيد له داك المروره هو كيبقاو فيه المنافع، غير هو الزيتون هو يتكل وهو باقي مر شويه. ولكن بالنسبه لوليداتنا ما غاديش يتقبلوا هذا المذاق اللي كيكون فيه. بالنسبه ليا انا كناكلو هكا عادي، ما عنديش فيه مشكل، ولكن بالنسبه للولاد ما كيتقبلوش هذا المذاق اللي كيكون فيه. على داكشي باش انا غادي نخلي هذا الزيتون يزيد يطيب، وغادي ندير مازال زيتون اخر، رقه زيتون اخر بنفس الطريقه، ديك اللي كيكون كحال وكيكون طاب في الشجره وكيكون كله كحال. ولا ملي كتجيبوه كتعزلو غير ديك اللي كيكون كحال. بحال دابا هذه نحلها لكم، شفتوا هذه كي دايره؟ بحال هذا اللي كيطيب دغيا. هذا لا، هذا كيكون شو لونه بحال هكا، هذا كيكون مازال ما طاب، وهذا كيكون فيه شي شويه ديال المروره، ولكن ماشي بزاف، ماشي بزاف صراحه، ماشي بزاف. انا صراحه كناكلو واخا هكا، كناكلو كنديرو في الزيت العود وكناكلو. اللي ما كيقدرش على المروره ديالو يخليه يزيد يطيب. هذا يقدر ياخذ له حتى لشهر، دابا هاد الزيتون هذا يقدر ياخذ له حتى لشهر باش يطيب. على واحد الاخت انا في الفيسبوك قالت لي ودي راه كياخذ لي حتى شهرين عاد كيطيب لي. ولكن الزيتون اللي كيكون كله كحل راه ما كياخذش الوقت. انا مجرباه وراه عندي في القناه، درتو في القناه بنفس الطريقه ديال الملحه، وبقى لي عام كامل ملي رقدته في الزيت الزيتون، بقى لي عام كامل. المهم انا هذه عيب بغيت نديرها لكم فراسكم. بالنسبه للزيتون الناس اللي رقدوا معايا الزيتون يخليوه يزيد يطيب، اولا اللي ما عندوش مشكل في المروره يبقى يحيدو من هنا بالمغرفه ديال العود ويغسلو ويبقى ياكلو. وكما كتعرفوا الناس اللي متبعين النظام الصحي راه عارفين بان الزيتون خصو يتكال والمروره كتكون باقا فيه. المهم هذا القضيه ديال الزيتون. ها هي، وانا مشيت لعند العطار بغيت نشارك معكم هاد النويويره، الا لقيتوها عند العطار تشريوها، العوض ديال التحميره اللي كنشريو من عند العطار اللي ما كنعرفوش المصدر ديالها منين، ما كنعرفوهاش كمين، لان بزاف الهضره قوات على ديك التحميره. المهم حنا ما كنقدروش نستغناو عليها الصراحه في الماكله ديالنا، وخا درنا البديل ديال التحميره على حساب الفلفله هكا كنشويوها ولا كنطيبوها وكنطحنوها. ولكن هذه اللي لقيتو انا كنت وصيتو عليها، شحال هذه كنت وصيتو عليها، عاد جابها صراحه وخديتها عنده. دابا هذه اللي كتشوفوا معايا هنايا، هذه رابعه ديال النويويره، كيقولوا لها النويويره، هذه رابعه ديال النويويره، راه طحنت منها واحد شويه. انا غادي نوريه لكم،
شنو كندير ليها؟ كنجيبها من عند العطار كنغسلها كنديرها تقطر، وملي كتقطر كنبقى نهزها حبه بحبه بحال هكا حبه بحبه. ملي كندير ليها هكا كيبقى يتقرقب، وداك عرفوها راه ما دخلش ليها الماء، حيت كاين شي بعض الحبات كيكونوا مشقوقين ولا متقوبين كيدخل ليهم الماء. كنبقى نهزها حبه بحبه وكنحطها في ديك الصينيه اللي باش غنطلعها للسطح، باش غنغطيها ونطلعها للسطح. اللي لقيتها مثلا ما كتقرقبش ولا بان لي دخل فيها الماء، راه كيبان بان الماء دخل فيها، كنشدها وكنحلها كنحلها بحال باش نوريكم وحده عندي محلوله هنايا. كنحلها بحال هكا وكنكب ديك الماء اللي فيها وكنخليها هكا باش كتيبس باش ما تغمليش من الداخل بحال هكا صافي. كنطلعها للسطح كيما قلت لكم، كنسرحها فواحد الطاوه كنطلعها للسطح باش كتيبس من داك الماء. واحد اليومين كنخليها في السطح الشمس، ملي كنهبطها ملي كنكون كنطرح الخبز كنطفي الفرن، كنسالي من الخبز وكنطفي الفران كندخلها للفران، كندخلها للفران باش كتقرمش بحال هكا كتولي شتو، باش كتولي بحال هكا مقرمشه باش كتطحل لينا دغيا. هادشي اللي درت ليها دابا انا، ورانا بديت كنقي فيها، هانتوما كتشوفوا الزريعه ديالها، بديت كنقي فيها وطحنت فيها واحد شويه، كنحيد ليها المهم حيد ليها عز الريعه وكنحيد ليها هاد الشاشيه هذه اللي كتكون عندها هنايا، وكنبدا نطحنها. هي عندي هنايا مطحونه، ها هي طحنتها وراه كتخرج تبارك الله، راه كتخرج واخا تشوفوها بانها انا هنا هذه راه ما عنديش مغربله، هذه غير طحنتها وخليتها مازال ما غربلتهاش. انا قلت ما يحتاجش نغربلوها، واقيلا نخليوها هكا حسن، ما عندنا علاش نغربلوها، ها هي مطحونه صافي. راه كتخرج رابعه، انا شريت رابعه ب هي كدير 15 درهم، رابعه ب 15 درهم، الثمن ديالها مرتفع شويه بصراحه، وخليها لي انا ب 13 درهم رابعه. وكما قلت لكم راه كتخرج، شوفوا دابا هذا غير ديك الشويه اللي طحنت ومازال غادي نطحن هذا. المهم هذه بغيت نديرها لكم فراسكم، الا لقيتوها عند العطار غير شريوها ما تخافوش منها، راها زوينه كتصدق وما كيكونش فيها. سمحوا لي التليفون عمر لي وقف. المهم شنو كنت كنقول لكم، كنقول لكم زعما هاد الثومه راه ما كيكونش فيها هادي الخاسر بزاف، ما كيكونش فيها بزاف ديال الخاسر قبيلتي، وانا كنقي فيها وحده اللي لقيتها غامله من الداخل، يعني ضروري تنقيوها من الداخل. هانتوما كتشوفوا التحميره كتكون غزاله والمذاق ديالها كيجي زوين والريحه ديالها فنه. زعما الفرق كبير بين هاد التحميره وبين التحميره اللي كنشريو الصراحه من عند العطار، فرق كبير. وراه كتعطي، انا سمعت كتعطي حتى المذاق في الماكله زوين حسن من الاخرى، الاخرى غير اللون وصافي، اما هذه لا، هذه اللون والمذاق. المهم الا لقيتوها عند العطار ولا وصيو العطار يجيبها لكم، الا وصيتوه عليها يقدر يجيبها لكم، حيت كل ما طلبتوا الحاجه كل ما يجيبها. انا راه شحال هذه وصيتو عليها، ومهم حتى كنسى وعاود جابها. مشيت واحد الخطره لقيتو جابها وخديتها رابعه، راه كتخرج تبارك الله، واخا الثمن ديالها مرتفع شويه ماشي يعني ماشي مشكل، من الاحسن ناكلو شي حاجه نقيه. وجبت من عنده الملحه الحيه، بغيت نوريكم الملحه الحيه، انا سبق لي درت الفيديو على الملحه الحيه. هذه الملحه الحيه شوفوا كيفاش دايره، دايره بحال الشبه، وكاينه داك النوع اللي كيكون زجاجي، كيكون اللون ديالو زجاجي، كيكون صافي بحال الزاج، دايره بحال الزاج، هذيك اللي بحال الزاج هي اللي كنت درت عليها فيديو انا في القناه. شحال هذه، هذه لا هذه دايره بحال الشبه وحتى هي زوينه. وهذه الملحه الحيه كدير 10 دراهم الكيلو، كنشريها انا ب 10 دراهم الكيلو، وهذيك الملحه ديال البحر رخيصه، هذيك مره هذيك غرف بدرهم فيه خير ربي. هذه هذا العطار كنشري انا من عنده هذيك الملحه ديال البحر، كتكون عنده مخبيه، كتكونش عنده هكا محطوطه في البانيو معرضه للتلوث معرضه للغبره، حيت الملحه ديال البحر ما كتغسلش، ماشي بحال هذه، هذه واخا كتلقاوها عند العطار هكا محطوطه مثلا محطوطه عنده غير هكا، فهذه هذه راه كتغسل، هذه راه تجيبوها وتغسلوها مزيان وتشيتوها بالشيتا وتغسلوها مزيان، ما تخافوش منها راه ما كتذوب ما والو، كتغسلوها مزيان وعما تخليوهاش في الماء عاوتاني مرقده في الماء، كتغسلوها صافي وكتحيدوها وديروها في الشبكه وكتطلعوها للسطح كتشمش باش ديك الماء كيتبخر منها. واللي ما عندوش اللي ما كتواليهش الشمس يديرها غير في الفران، راه داك الماء كيتبخر منها غير في الفران،
وهاد الملحه الحيه كتكون صحيه احسن من الملحه ديال الباكيه. انا وليت كنستعمل غير الملحه الحيه والملحه ديال البحر، والاغلبيه كنستعمل الملحه ديال البحر لان الملحه الحيه قليل فين كنلقاها عند العطار، ما ماشي دائما كتكون متوفره، كتكون عنده ولكن كتكون ديك اللي كحله، اللون ديالها كيكون كحل، هذيك كتكون عامره بالتراب. وكاين الناس اللي كياخذوها، واخا هذيك عامره بالتراب كياخذوها وكيرقدوها في الماء وكيخليو داك الماء حتى كيهود داك التراب لتحت، عاد كيبقاو هما يديروا ديك الماء اللي مالح به كيزيدوا شويه باش كيملحوا الماكله. وليني انا كتجيني هادي اسهل، كنطحنها وكنبقى ندير المقدار اللي خاصني، كتجيني احسن زعما اللي كتكون مرقده في الماء. ولكن بزاف الناس ما كيلقاوش هادي اللي صافيه، ما كيلقاوهاش. المهم انا بغيت غير نشارك معكم هادشي اللي شريت من عند العطار، خصوصا هاد النويويره هادي والملحه الحيه. ودرت هاد الفيديو خصوصا للتوضيح للناس اللي داروا معايا الزيتون، باش نقول لهم راه الزيتون مازال ما طابليش وراه انا بديت فيه كناكلو هكا. اللي بغى اللي كيقدر على المروره، هو ما كتبقاش فيه المروره الصراحه قاصحه قاصحه، غير شويه راه كتنقص ليه المروره ملي كيدار له الملحه، كيبقى يتخلط راه كتنقص له. المهم انا غادي نشري مازال زيتون الاخر، هذاك اللي كيكون كحال، ديك اللي كيكون طاب في الشجره كيكون طاب وكيولي كله كحال، وغادي نجيبو وغادي نصاوبو ان شاء الله. وهذا حتى هو غنخليه يطيب، بالنسبه غير بالنسبه لوليداتي ما غاديش تقبلوا لي هذا المذاق ديال، اما بالنسبه لي انا راه كناكلو هكا، اللي يقدر ياكلو هكا من الاحسن من الاحسن. وهذا كيكون صحي اكثر من كيكون فيه ديك اللغزه ديال المروره، راه ماشي بزاف. غير ذوقوه الناس اللي داروه ورقدوه يذوقوه ويشوفوا، راه غادي يقدروا ياكلوه. والمهم كنتمنى هذا الفيديو يكون فادكم، وسمحوا لي على الاطاله طولت عليكم، وكنتمنىكم تبقى توصيوا العطار يجيب لكم هاد النويويره، راه زوينه الصراحه انا عجبتني، بعد عجبتني عمقه دائما نوصيها عليها. غير هو ما كيبغيوش هما دابا يجيبوا هذه حيت ما كتمشى ليهمش، الناس ما مولفينهاش، الاغلبيه ديال الناس ما مولفينش هاد التحميره يصاوبوها بحال هكا، كيبغيو يشريوها هكاك واجده وصافي. والمهم كنتمنى لكم الصحه والسلامه، وخليت لكم الراحه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.